السلام عليكم، معكم أسيم من مدينة محمدية، مصابة بمرض سرطان أنا والأم ديالي. كنت شاركت في واحد الهاشتاغ ديال ما بغيناش نموتوا بالسرطان، بغينا حقنا في العلاج المجاني، يعني ما كنطلبوا حتى شي حاجة من غير العلاج. دابا تقريبا حنا عام دابا باش مرض بهذا المرض هذا، ومازال ما عارفين شنو هو هذا العلاج اللي يعني كناخذوا العلاج. ودابا راه تقريبا درت 3 العمليات حاليا، ومازال الغادة في العلاج، والعلاج ديالو تقريبا غالي بزاف، يعني التكلفة ديالو غالية، يعني الإنسان اللي ما عندوش والله حتى كيبقى غير يموت، كيبقى في الدار حتى كيموت. يعني الدولة ما قدرت دير حتى شي حاجة باش هاد الإنسان تقدر تساعده يبقى يزيد مازال في الحياة. هذاك الأجل كيبقى ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يدير السبب، يعني الدولة على الأقل توفر واحد الحوايج اللي هاد الناس ما تقدرش ديرهم برا، اللي ما تقدرش ديرهم في بلاصه مساحه خاصه، يعني توفر لهم بزاف ديال الحوايج. مثلا هاد الاشعاع النووي اللي خاصني ندير، يعني مازال هاد الاشعه، يعني توفر هاد الشيء في بحال مثلا في بنو رشد ولا في 20 غشت فين كنديروا العلاج، يعني توفر هاد الشيء تما، ماشي تخلينا اننا نمشيو نبحثوا في مساحات خاصه اللي التكلفه ديالهم غاليه، ما كتسمع غير 10,000 درهم والفوق. يعني ها هو حاليا خاصني نخلص 3,000 درهم باش نديرو، علاش؟ لان في الدوله ما كاينش، يعني كون كان في الدوله علاش غنمشي انا نقلب في مساحه خاصه باش نديرو العمليه؟ او ثاني يعني من مورا داك الهاشتاغ هي باش انني درت لوبيراسيون، درتها في مساحه خاصه هنا في مدينه محمديه. يعني الحمد لله هذاك الهاشتاغ عطى تجاوب كبير مع مرضى السرطان، وما بغيناش نموتوا بسرطان. يعني بزاف ديال الناس اللي قدروا انهم يوقفوا في هذا الهاشتاغ هذا، وقدروا يتعاونوا مع مرضى السرطان. وحاليا كاينه واحد لائحه العارضه اللي فيها صندوق مكافحه السرطان، يعني كنبغي نقول لكاع الناس اللي مقيمين بالمغرب يمشيو يشاركوا في هذه اللائحه هذه، يعني هي مهمه. المرض الناس ديال مرضى السرطان حاولوا تساعدهم واحد شويه واخا بالقليل، يعني الانسان اللي ما عندوش يحاول غير يساعد باش ما كان باي حاجه، بالدعاء، ماشي بانك تايط له تفلى على الانسان وتقول له انا باغي نتزوج ولا انا باغي نتعرف ولا عجبتيني في الفيديو ولا. حنا ما محتاجينش بهذا الشيء، حنا محتاجين بالدعم النفسي والدعم المعنوي والدعم المادي اللي الناس ما عندهاش باش غادي تعالج. راه ماشي الناس كتلقى الفلوس برا باش كتلقاهم طايحين في الطريق باش غادي تمشي تعالج في السبيطار، راه ما كاينش الفلوس. يعني انسان راه كتعاني في الصمت، ماشي خاصة تمشي تبقى واش انا كرهت انني ما نبانش في هذا الفيديو، انني ما نهضرش على هاد الناس وما نهضرش على مرض السرطان بصفه نهائيه. يعني انا كنهضر كانني مصابه، وكنهضر على الناس اللي مصابين بحالي، اللي هما شكون اللي كيحس بهم؟ ما كيحس بالمريض غير المريض اللي الاكثر كيحس به. يعني الناس ديال مرضى السرطان كيانيو بزاف وبزاف، يعني راه شتو شحال كيخلصوا؟ تقريبا راه الحصه راه كطلع ب6 مليون، راه كطلع 68,000 درهم. يعني وعندي وثائق يعني كيثبتوا هذا الشيء، ماشي كنقول هذا الشيء غير بالفم ديالي. مؤخرا ماما الحصه ديال الاشعه راه خلصتها ب3 المليون، يعني راه ماشي سهله انك شوف دابا عام وانت كتسمع غير 3 المليون، 2 المليون، 10,000 درهم، ما كتسمعش 500 درهم ولا كتسمع 200 درهم، ولا بحال غتمشي دير واحد لا فيزيت عاديه عند الطبيب كتخلص فيها 150 درهم، راه كتسمع غير من 10,000 درهم والفوق. يعني هاد وزاره الصحه راه حنا دابا شهر ونص باش درنا واحد الهاشتاغ ودرنا فيديوهات ودرنا اننا ما بغيناش نموتوا بسرطان، ما قدرتوش انكم تفيقوا واحد شويه وتفيقوا بزاف 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 بزاف. والناس راه كتموت وكل نهار كنفقدوا واحد المسلمين، يعني ما حنا نصارى ما حنا يهود، حنا بالنسبه ليكم ولينا يعني ولينا ما ساوين عندكم حتى شي حاجه في هذه الدوله هذه، لانكم باقي ما درتوا حتى شي حل. الناس راه باغا غير تعالج، راه ما طالبينش، ما بغيناش حنا مهرجان ولا بغينا موازين ولا بغينا، يعني بحال دابا هما عاطين اهميه كبيره لواحد لواحد المغنيه ولا واحد الفنانه اللي هي دنيا باطمه، ما عاطينش اهميه كبيره لمرضى السرطان اللي شهر ونص دابا وهما كيديروا فواحد الهاشتاغ والناس ما عندهاش باش غادي تعالج. وما كاينش الدواء في السبيطار، ما كاينش الدواء في الدوله، انت كتعالج في الدوله وما كاينش الدواء، فين هو الدواء؟ يعني شكون اللي خاصو يهضر؟ خاصو يهضر وزير الصحه اللي يلاه تعين دابا وقال 3 شهور تقريبا، في شهر 10 فينا هو؟ باقي ما شفناش اي طالب، باقي ما شفناكش. راه الناس راه كتموت، انا كنوجه لك نداء، الناس راه كتموت، يعني راه كنفقدوا واحد
بالسبب ديالك ولا بسبب هاد الحكومه كامله عامه، يعني ما كنوجهش لك المسؤوليه غير انت كوزير الصحه، ولكن كنوجه هاد المسؤوليه العامه، يعني الناس ديال هاد البلاد كامله والمسؤولين يفيقوا ويتحركوا. راه الناس كتموت بمرض السرطان، واخا هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن راه كاين العلاج. ربي راه ما عطى واحد داء الا ودار له علاج. يعني الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تشوفوا من جسد الناس هادو راه كيعانيو في واحد الصمت اللي بزاف، راه ماشي سهل، راه ماشي سهل هذا المرض هذا، يعني راه ماشي هو في الداخل ديالك خاصو يبان فيك عاد انك تساعدو، لا حاول غير بالدعاء راه فضل كبير، ولكن كوزارة الصحة راه ماشي بالدعاء، راه وزارة الصحة خاصها توفر لنا الدواء راه علاش هي وزارة الصحة باش يوفروا لهاد الحوايج هادو، الحوايج اللي ما كاينينش في السبيطار خاصهم يوفروهم. مثلا كنقول لك هاد الاشعاع النووي، راه حاليا واحد البنت نهاد في مراكش راه طالبين لها 12000 درهم، راه ما عندهاش منين غتجيبها، ها هي ما عندهاش باش غديرو، ولها انا عندي خاصني نديرو ب 9000 درهم، يعني انا خلاوه ليا ب 9000 درهم باش غنديرو، الا ما عنديش شنو غنخرج نطلب قدام الباب نقول لهم الله يرحم الوالدين نبدا نجمع بالدراهم؟ راه حشومه اننا نسعاو باش نلقاو الصحه ديالنا في الدوله اللي زعما راه كنسميوه المغرب، وكنسميوه يعني بلد ما فيهش حتى شي مشاكل، ما عنده حرب، ما عنده حتى شي حاجه، حرب غير ديال الفنانين اللي كنشوفوا في المنابر الاعلاميه، هادشي اللي كنشوفوا حرب اللي كاينه هي ديال الفنانين، ما كنشوفوش حرب اننا نقدروا نساعدوا الناس اللي مرض، ولا الناس اللي كتموت في الجبال، ولا الناس اللي فيهم البرد، ولا نساعدوا بزاف ديال الناس، يعني ماشي غير مرض السرطان، حنا راه عندنا بزاف ديال الناس كيموتوا بسبب الصحه، راه ماشي غير مرض السرطان، راه كان بزاف ديال الناس كتموت، حاولوا تساعدوا هاد الناس، والله يشافي جميع مرضى السرطان، والله يرحم كاع الناس اللي ماتوا بمرض السرطان بمدة شهر ونص ولا في الأعوام كاملة، الله يرحمهم يا ربي، راه كل نهار كنفقدوا مريض من مرض السرطان، مبقيناش بغينا نفقدوا هاد الناس، يعني نقدر المرة الجاية نكون أنا، المرة الجاية والله الله أعلم هاديك الأجل ديال الله سبحانه وتعالى.